صبحك الله بالخير ابو حمزه. صباح النور يا هلا. وين النيه اليوم؟ النيه اليوم من الزنقول الى قريه، يقال انها تجري من تحتها الانهار باذن الله سبحانه. وزنقول قرية صغيرة حالمة لا يوجد فيها غير بحيرتها ومجموعة فنادق ومطاعم ومقاهي محيطة في البحيرة. أين تذهب في زنقول؟ أجمل الأماكن السياحية اللي ممكن توصل لها بالسيارة محيطة في زنقول، حوالي 20 كيلو شمالا وشرقا وجنوبا. الآن حنفصل، بمعنى أنه إذا كانت إقامتك 3 أيام في زنقول كل يوم تسلك مسار معين، مثلا اليوم الأول تسلك ناحية الشمال لزيارة مرتفعات السلطان مرة. اليوم الثالث تسلك مسار الجنوب وهو أهم مسار وأجمل مسار، هذا الطريق قطعة من الجنة ينتهي في بحيرة السمك. الطريق إلى بحيرة السمك رجمية معبدة إلى 20 كيلو، بعد كذا 7 كيلو صعود وعر إلى بحيرة السمك. الأجمل من زيارة بحيرة السمك هو الطريق إلى بحيرة السمك، طريق جميل جدا وفي وسطه قرية تجري من تحت الأنهار دمركاب. اليوم عندنا خبر ان الوصول الى بحيرة السمك يتعذر بسبب الثلوج، لذلك ما حنطلع الطريق الواعر 7 كيلو، ولكن لن نفوت الاستمتاع بتفاصيل الطريق الى بحيرة السمك. الان سنتجه له ونعرضه. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. يا لروعة الطبيعة في زنقول. سنسلك هذا الاتجاه في طريق بحيرة السمك وقرية دمركابي. توكلنا على الله عبد الرحمن. وابتدأت المتعة، الطريق إلى طريق بحيرة السمك. الوصول إلى البحيرة ليس مقصد. حمزة كيف أنت والطبيعة؟ ما شاء الله من أجمل الرحلات اللي طلعتها في حياتي إدارة وتنظيم. في العادة أتخولكم السنابات مخافة السائق، لكن اليوم يعذروني، الطبيعة تفرض نفسها. ابو محمد لو كنا بنسمي هذا الممر، ايش رايك ايش نسميه؟ هذا اسمه ممر سعة الصدر. ممر السعادة. اي والله. عسل حجي. وشو؟ عسل حجي. تبيعون عسل؟ اي عسل. حق زنقول ولا الطايف؟ زنقول. والله اخاف انه من الطايف يا ابو. لا لا. الان نمشي في صدع جبلي كبير. السبب في هذا الصدع هذه المياه الهادئة. سبحان الخالق المبدع. الطرق المتعرجة في الشمال التركي إذا قبلت سيارة كبيرة لازم توقف وتفسح الطريق له عشان يعدي، خصوصا إذا أشر لك في النور. سبحان الله سبحان الله على هذا الجمال، سبحان الله على هذا الخليط من الطبيعة العجيبة.
ابو صالح سم صف لي شعورك يا ابو فهد. انا الان احس اني في قطعه من الجنه, افضل مناطق الشمال الكويت. استراحه محارب مع الستلاج مسوينه من حليب الابقار اللي ترعى هنا. يا الله, روعة الطبيعة في الشمال التركي. ابو احمد هلا. فطاير في قلب الطبيعة اشتريها لو بخمسين ليرة. والله تستاهل, تستاهل زيادة حق المنظر الله. يا الله على البساطة, هذه الحجة الحالة تشتغل في الفطير وهي مالكة هذا الكوخ, ولكن ليس كأي كوخ. شباب بقرب ساعة المغادرة, ماني برايح, انا جالس هنا. الله يستر عليك ابو فهد, روح امشي. هذه اجمل كاس شاي واجمل فطيره في هذه الطبيعه. هذا اخر الطريق المعبد الى بحيره السمك, بعدها صعود في هذه الجبال 7 كيلو الى البحيره. شايفين الثلج فوق؟ اذا حبيت تاخذ ليله او ليلتين في احضان الطبيعه, هذا اوتيل يدي قلر اللي صورنا من امامه قبل قليل. على هذا المخيم, هذا عندي أفضل من فندق 5 نجوم. دمركابي, قرية تجري من تحتها الأنهار. يا الله كيف هي جنتك. الآن عند ملتقى النهرين. اللهم ارزقنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. للتوضيح هذه شيلة. ما شاء الله بارك الله. اسمينه؟ مريم زمرة. مريم؟ ما شاء الله مريم, بعروستها مريم. لا 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 لا, والله هذا الصديق يسند خويه عشان تطلع الصورة حلوة. ونعم الله الله يا ابو سامة, جدعاني الله يسعد ايامك. والله هرمون السعاده والاخير. غدانا على اجمل اطلاله في مطعم ادى ريستورانت على بحيره اوزنغول ان شاء الله. السلام عليكم. ما شاء الله بارك الله على هذه الاطلاله الرائعه. هذه إطلالة مطعمنا أدا ريستورنت. أدا تعني الجزيرة نسبة إلى هذه الجزيرة الجميلة اللي أمام المطعم. البرد لاعب في الشباب. أبو حمزة بردان؟ أبو البراء بردان؟ الله أكبر الله أكبر.
ايوه واحد عمل بحلبي يا شباب. سكلات سحر الطبيعة في أوزنقول. وين ما وجهت، جنوب شمال، الطبيعة الباسمة تجدها أمامك. أوزنقول تعني البحيرة الطويلة، ولها من اسمها نصيب، بحيرة جميلة تغذيها أكثر من 7 أنهار تصب من هذه الجبال. يحيط في أوزنقول جبال شاهقة مغطاة بأشجار الصنوبر، والصنوبر أكبر مصدر للأكسجين، فلكم أن تتخيلوا لطافة الأجواء.